كذلك وأورثناهم كذلك وزوجناهم بحور عين بحور عين. حسبك سورة الواقعة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بسرعة يا بني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون مخلدون بأكواب وأباريق وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. تكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم له جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم. قل يحيي الذي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
الجهاد الذي قل يهديه الذي أنشأها أول مرة وهو لكل خلق رحيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بل نحن محرومون لست ستة وسبع وستين بل نحن محرومون سبع وستين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل نحن محرومون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع فلا أقسم بما وقع بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن قريب في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. صدق الله العظيم. كبو بامبيا يفوتيو كاو مازي بيراو حريما ينام نبى شو ما هو شيء فتح هذا القرآن ميني تومع كيس وين ده جو مقرر جلس
تلامي عليه إكاهج إكاهج نجيا وكبو كرا أيا سما فوري عليه سما فوري أوكي حرمة مين تناه بوا إلين نسوا كات شاهو وجوهرين فتي هو كهرمة وياهم كي جسوا منهم نه نوال نعم أنا داو حرمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم تركوا من جنات وعيون. ميكرو سمبات بسم الله الرحمن الرحيم. كم تركوا من جنات Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربه ينسلون إلى ربه ينسلون إلى ربه إلى ربه ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مخضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل تدبير أما بالقاسم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. إِنْ كَانَتْ إِلَّا شَيْئَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَائِبُونَ. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسدا
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضون ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ما شاء الله حسنا.